بتنا نشهد مؤخرا عادة أصبحت منتشرة لدى بعض الشباب والفتيات تتمثل في تربية واقتناء الكلاب والتنزه برفقتها في الشوارع والطرقات. الزميل سليمان الميمان بحث هذه الظاهرة ورصد لنا هذا التقرير من الميدان. يشكل وجود الحيوانات أهمية ضرورية لحياة الإنسان لما فيها من منافع، وعلى وجه الخصوص الكلاب التي تتميز بقدراتها الخاصة، فهي تعتبر حجر أساسي في الكشف عن الأمور الخطيرة كالمتفجرات والمخدرات وغيرها من المحظورات التي تهدد أمن وسلامة الوطن. لكن انتشرت مؤخراً ظاهرة تربية الكلاب لأغراض ربما ليست أساسية كتربيتها في البيوت. فبعيداً عن الأقوال الشرعية التي ترى حرمة تربيتها في المنازل، هناك سؤال عن الطبيعة المجتمعية لتربيتها بين أفراد العائلة السعودية، وماذا إذا كانت ثقافة دخيلة من المجتمعات الغربية؟ التسلية، حب الظهور الاجتماعي، لفت انتباه الآخرين، كل هذه الأمور ظهرت بكثرة بعد اصطحاب الكلاب للأماكن العامة والحدائق، الأمر الذي تسبب بإزعاج مرتادي هذه الأماكن وسعى في تذمر سكان الأحياء من هذه التصرفات كإطلاق الكلاب على بعض الأشخاص من باب الدعابة. ونظراً لإقبال الناس لاقتناء تلك الفئة من الحيوانات، هل هناك إدراك لمسؤولية تربية هذه الحيوانات؟ وهل أصحاب محلات البيع والعناية بالحيوانات يتعاملون معها باعتبارها كائنات حية أم مجرد سلعة تجارية؟ المدرب ثامر الزعبي، والذي يملك خبرة 15 سنة في تربية وتدريب الحيوانات، قدرنا ناخذ منه إجابات حول البيع والشراء في الحيوانات وتصنيفات الناس اللي تشتري الكلاب، وهل العيادات البيطرية وأيضاً ما يسمى بالفندقة يوجد بها غش واستغلال لجهل الناس؟ طيب ثامر، لو نبغى نتكلم عن من جانب البيع والشراء، كيف الآن صاير الوضع البيع والشراء؟ من ناحية ممكن كثرة الآن المحلات، من ناحية الآن البيع الشخصي اللي قاعد يصير في بعض وسائل التواصل الاجتماعي، حدثنا أكثر عن البيع هذا. بالنسبة للبيع والشراء في الحيوانات، دليل المحلات اللي موجودة عندك تعرض الحيوانات بطرق غير لائقة من جميع النواحي، والفكر التجاري غير خاضع للرقابة من ناحية النظافة، من ناحية العرض، من ناحية السلوكيات، من ناحية جميع الأشياء. طيب لو نبغى نصنف الناس الآن اللي قاعدة تربي كلب، في ناس يقولك إنه الناس الآن اللي بالشوارع وقاعدة تمشي معها كلاب هو مجرد شو، هو مجرد بس لفت انتباه إنه شوفوا أنا معي حيوان والحجم الكبير وقاعد أمشي فيه. هل فعلا في تصنيفات معينة للناس اللي معها كلاب، ما هو كلهم فقط همه إنه يكون رفيق درب؟ الجانب الاستعراض أو الشو هذا هو اللي مؤثر على الجانب الثاني، خصوصا في الأماكن العامة، في المرافق، يخلق نوع من الإشكاليات كالاهتمام النظافة. حتى الجانب الثاني حقين الشو هم اللي قاعد يؤثر على الجانب هذا، إنه كلبه سلوكيا غير لائق مع الناس، كثير الإزعاج، كثير وانت بكرامة، يخلق أشياء أنه عدم النظافة أو عدم الاهتمام، فهذا الجانب يؤثر على الجانب الإيجابي. بالنسبة للعيادات فيها أشياء سلبية كثير، أكثر العيادات اللي هنا مع احترامي فكر تجاري، ما تهتم أنه أنت مهتم بحيوانك الأليف، ماخذ من الصغر سواء شاريه أو متبنيه، فهذا الشيء يعتبر جانب سلبي، أنه العيادات عندنا استغلالية أكثر مما هي فيها منافع صحية. طيب في الآن بالحيوانات في اللي هو مفهوم الفندقة، وأنك أنت تعطي شخص كلبك هو يهتم فيه من ناحية السكن، من ناحية الأكل وزي كذا. ودي تحدثنا أكثر عن الفكرة هذه أصلاً، هل هي مجزية أو لا؟ هل هي صحية أو لا؟ بالنسبة للمواضيع الفندقة، موضوع الفندقة إنها غير خاضعة للرقابة، بأسعار متفاوتة، ما في أنظمة تقيد الناس أو تعلم الناس إنه هذه فندقة صحيحة، هذه فندقة سليمة، ممكن أنت حط كلبك في فندقة بالمكان الفلاني، تكتشف بعد فترة لما تأخذ كلبك إنه هو منتقل له أمراض من حيوانات أليفة ثانية. يواجه مربي وأصحاب الكلاب في السعودية مشكلة عدم توفر أماكن عامة للتنزه مع الكلاب، الأمر الذي جعل هناك مطالبات من هواة المشي بتدخل الجهات المختصة في مراقبة الأماكن العامة وممرات المشاة والحدائق لمنع أصحاب الكلاب ووضع أماكن مخصصة لهم.
المكان هنا طال عمرك مثل أي كوفي يعني متعارف عليه، لكن اللي يفرق عنا أو يفرق الفكرة الوحيدة اللي تفرق عن باقي القهاوي أن نسمح بدخول أصحاب الحيوانات الأليفة لهذا المكان، نوفر لهم يعني الأكسسوارات، العناية التنظيفية، الأشياء هذه، النظافة، أيضا يكون متنفس الحيوانات فيما بعضها تلعب، تغير جو، تتعارف أكثر، تتعايش مع جنسها وتتعايش أيضا مع البشر. هذا الشيء اللي مضايق أغلب الناس اللي معهم كلاب، أنه أنا أروح مكان عام، المكان العام هذا أوكي أنا لو فيه لوح بشيل نفسي وبمشي، بس أغلب الأماكن ما فيها لوح تدل أنه هذا المكان ممنوع أنه أمشي فيه كلبي، فعادي أنزل كلبي وأمشي، فتجيني الدورية أو العسكرين أنه ممنوع ما ممنوع يمنعني وأمشي، فأنا هذا شيء مرة ضايقني، فأنا أضطر أجيبها يوميا هنا، إن هذا المكان الوحيد تقدر تلعب أو تتمشى فيه، أما أني أطلعها في الشارع ما أقدر، مع أنه بالوقت الحالي الجو جدا مناسب له، بس ما أقدر أسوي شيء، أخاف عليها وأخاف على نفسي بنفس الوقت. تربية الحيوانات الأليفة هو أمر إيجابي، فالدين الإسلامي حث على رعاية الحيوانات وإطعامها وحمايتها من المخاطر، لكن هل الاهتمام الزائد والتعلق المفرط بالحيوانات كالكلاب تعدى فكرة الرعاية والرفق ليصل إلى مجرد لفت للانتباه واستعراض وترويج عبر وسائل التواصل؟ لبرنامج يا هلا، سليمان الميمان.